الحريه والعداله كان يملك وفقا لقواعد العمليه الديمقراطيه مع عدد محدود من الشخصيات المستقله دون ولا حزب انه يصل الى الاغلبيه الطبيعيه اللي تمكنه من تشكيل كل مواقع المسؤوليه. لكن صوره البرلمان الموجوده الان، مكتب المجلس رئيس ووكيلين من 3 احزاب، مش كده؟ لجان البرلمان ما فيهاش لجنه واحده من 19 لجنه في الشعب و13 في الشورى فيها حزب واحد ولا 2 حتى، لكن حزب واثنين وثلاثه واربعه احيانا، يعني حرصا على ان احنا نبني قواعد شراكه جديده لا علاقه لها بقضيه الديمقراطيه، لان زي ما قلت تاني قواعد الديمقراطيه تتيح للحزب اللي حصل على 50% زائد واحد ان هو يبني وفقا لقواعد الديمقراطيه مسؤوليته سواء في تشكيل لجان برلمان او في تشكيل حكومه. ومع ذلك نحن لا نفكر بهذه الطريقه، لان احنا بنعتبر البلد تحتاج لا يقوى حد لا احنا ولا غيرنا على ان يقوم بها وحده نمره واحد، نحتاج الى بناء شراكه حقيقيه من كافه الاطراف علشان نقوم بهذه المسؤوليه نمره 2.